بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحباب، هذه أيام مباركة وليالي خيرة بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان، وذلك في آخر يوم من شعبان: أظل لكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. جعل الله صيامه فريضة لمن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع. إذا كان الإنسان مستطيعا قادرا على أدائه وبلغ من العمر ما بلغ كما هو محدد، وجب عليه الصيام. ثم بعد ذلك الدين يسر لا حرج فيه ولا مشقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعدة من أيام أخر. أما إذا كان مريضا وصام فالصيام صحيح، وإذا كان مسافرا وصام فالصيام صحيح أيضا، لكن إذا أفطر وجب عليه أن يصوم بعدد الأيام التي أفطرها. وإذا كان مع الإنسان مرض وقرر الأطباء بأنه لا يستطيع الصيام، وأن هذا المرض سيلازمه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه لأنه لا يستطيع. وجاء ذلك في الآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه، وفي بعض القراءات: وعلى الذين يطوقونه، يطوقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كان ما يستطيع القضاء بعد رمضان فإنه يأتي بالفدية وتبرأ ذمته إن شاء الله. الصيام أيها الأحباب جعله الله سببا للفوز بالجنة وللنجاة من النار، ورغب فيه المولى عز وجل كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يقول المولى عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أضافه المولى إلى نفسه لأنه سر بين العبد وبين ربه. الأعمال الأخرى يراها البشر ويطلعون عليها. أنت تعرف أيها الأخ المبارك هل فلان أدى الحج أو لم يؤده، وتعرف هل دفع زكاة ماله أم لا، وتعرف هل حضر إلى الصلاة أم لا. لكن الصيام قد يأكل الإنسان ولا يطلع عليه إلا الله، لا يعلمه إلا الباري عز وجل. فقال عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يجزي به المولى جزاء جزلا وعطاء سخيا وحسنات كثيرة وهبات جمة. فما أحسن أيها الأحباب أن نشكر الله على ما حبانا من نعمة. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر النعمة يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح.
فالصيام أيها الأحباب فيه متعة للنفس، فيه راحة للبال، فيه استئناس للضمير. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام أولا كان الإنسان مخير بين الصيام وبين الفدية، ثم جاء طور آخر فأصبح صيام لكن بوقت أطول. كان الصيام يبدأ من صلاة العشاء إلى مغرب اليوم الثاني، يعني يوم وليلة. فإذا أراد الإنسان أن يأكل أو يشرب أو يفعل ما أحل الله له، إنما هو بين المغرب والعشاء فقط. ثم بعد ذلك تحرج كثير من الصحابة، فيه رجل اسمه قيس ابن صرمة، كان عنده مزرعة في المدينة وكان يعمل في المزرعة. فلما قرب الإفطار جاء إلى بيته وسأل امرأته، قال هل عندك شيء؟ قالت سأنظر. فلما ذهبت لتحضر له، وكان من يعني برنامج الصيام أن الإنسان إذا صلى العشاء يتوقف، أو إذا أذن العشاء يتوقف عما أحل الله له، وأيضا لو بعد المغرب بدقيقة إذا نام بعد كذلك يلزمه التوقف. فراحت المرأة تبحث عن شيء تعطيه زوجها، فعند ذلك لما جاءت وجدته قد نعس، دخل في النوم، فقالت يعني كلمة تقريع له بأنه سيكون إلى بكرة المغرب لا يتناول شيئا. فلما جاء بكرة العصر الرجل أغمي عليه من شدة التعب وشدة الجوع والإرهاق، فأنزل الله الفرج من السماء، أنزله بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهي قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. كان قبل ذلك محظور. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يقول عمر: فرح بها الصحابة فرحا عظيما، حيث كان فيها ساعة للأمة وتهوين للصيام وعدم يعني مشقة أو تعب أو عناء فيه، بحيث يأكل الإنسان ويشرب ويأتي ما أحل الله له إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يطلع الفجر. وقلنا في درسنا أمس من التسهيل والتيسير والرفق بالأمة، لو لم يستيقظ الإنسان إلا قبيل طلوع الفجر وعليه اغتسال، فإن اغتسل طلع الفجر دون أن يتسحر، وإن تسحر طلع الفجر دون أن يغتسل. فما العمل؟ سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام حيث جاءه رجل فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنوب فأصوم. فدل على أن الإنسان لو لم يستيقظ إلا متأخرا فإنه يبدأ بالتسحر ثم يغتسل بعد طلوع الفجر. ومن التسهيل والتيسير والرفق بالأمة بأن الإنسان إذا أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح. لو جاء كثيرا ما ينسى الإنسان في الأيام الأولى من شهر رمضان ويشرب كوب ماء أو يأكل شيئا أو يتناول شيئا يبل به ريقة، فإذا كان ناسيا فصيامه صحيح، فإنما يقول عليه الصلاة والسلام: أطعمه الله وسقاه. لكن إذا تعمد إفساد الصيام
وتعمد الأكل والشرب، يقول عليه الصلاة والسلام: لم يقضه صيام الدهر وإنصامه، يعني اقترف إثما عظيما وذنبا كبيرا واقترف جرما هائلا بانتهاكه لحرمة هذا الشهر العظيم. قراءتنا أيها الأحباب كما هو معادة في كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله، وقد ألف 4 كتب، ألف العمدة للطلبة المبتدئين، وألف المقنع لمن قطعوا شوطا في طلب العلم، وألف الكافي لمن ساروا شوطا أطول وفهموا مسائل أكثر، والمغني لطلبة العلم الكبار. وكتابنا هذا الذي معنا هو كتاب الكافي، يذكر فيه 2 روايتين أو أكثر لأجل أن يفكر فيهما طالب العلم ويعمل بما به براءة الذمة. وكنا أو كانت قراءتنا في كتاب الفرائض، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والفرائض جمع فريضة وهي المواريث، وعلم المواريث يعتبر من أهم العلوم، بل هو من فروض الكفاية. ومعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل. وهذا العلم قام على أساس وعلى قواعد ثابتة وعلى أسس متينة، فأركانه قلنا 3: وارث ومورث وحق موروث. والأسباب التي يحصل بها التوارث 3: نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. والموانع أيضا 3، ويمنع الشخص من الميراث 1 من علل 3: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وقلنا بأن الورثة ينقسمون إلى 2: أهل فرض وأهل تعصيب. ما هو الفرض؟ قلنا الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. وأهل التعصيب أحكامهم أن من انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقطا إلا الأب والابن والجد. وقلنا الوارثين من الرجال 10، يقول والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، فهم 10 وكلهم أهل على البسط 15، وجميع الرجال أهل تعصيب عدا الزوج والأخ من الأم. الأخ من الأم يرث بالفرض، والزوج يرث بالفرض، وغيرهم يرثون بالتعصيب، وبعضهم قد يجمع بينهم كالأب مثلا يجمع بين الفرض والتعصيب. نقرأ الآن ما ذكره المؤلف ونتناقش به. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذوي الفروض، وهم 10: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنت وبنت الابن والأخت من كل جهة. الزوجان يعني الزوج والزوجة، يعني عندما بالتغريب نقول الأبوان ونعني بذلك الأب والأم، ونقول العمران ونقصد أبو بكر وعمر، ونقول الجديدان ونقصد الليل والنهار، ونقول الأسودان ونقصد التمر والماء، وهكذا. فهذا من باب التغليب، الزوجة نعم، والأخ من الأم، وهم 10 نعم، وهم 10 الزوجان والأبوان يعني الأب والأم نعم، والجد، والجد إذا قلنا الجد نقصد به أبو الأب، وأما أبو الأم فهو من ذوي الأرحام، بل يسميه علماء الفرائض بالجد الفاسد. أبو الأم يقولوا سمونه بالجد الفاسد، وإلا فإذا قالوا في باب الفرائض الجد
فنقول له باب كبير في علم الفرائض ويسمونه باب الجد والإخوة. وإذا قلنا الجد فنقصد به أبو الأب، وأما أبو الأم فهو من ذوي الأرحام وليس من أهل الفرض ولا من أهل التعصيب. والفرض قلنا نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. والفروض المقدرة في كتاب الله ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، أو النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، أو السدس وضعفه وضعف ضعفه، والثمن وضعفه وضعف ضعفه، وهكذا. نعم. والجدة. نعم. والبنت وبنت الابن. الجدة عندنا يرث ثلاث جدات: أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. الجدة أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب. نعم. والبنت. نعم. وبنت الابن. نعم. والأخت من كل جهة. والأخت من كل جهة، يعني عندنا أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، ثلاث. نعم. والأخ من الأم. والأخ من الأم ذكر، لكنه ليس من العصبة وإنما هو من أهل الفروض، فهو أخ من الأم ويرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب. وأما الأخ الشقيق فلا يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب، والأخ من الأب يرث بالفرض بالتعصيب ولا يرث بالفرض. والأخ الذي يرث بالفرض هو الأخ لأم، وأولاد الأم الذكر والأنثى سواء. فعندنا أخ شقيق وأخت شقيقة، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، وأخت لأب وأخ لأب، نقول للذكر مثل حظ الأنثيين. وأما الإخوة لأم فهم سواء، فهم سواء. ومر علينا مسألة أمس بأن الإخوة الأشقة أتوا إلى عمر رضي الله عنه وقالوا: اجعل أبانا حجرا في اليم، اجعل أبانا حجرا في اليم. ومنهم من قال: هب أن أبانا حمارا، هب أن أبانا حمارا. قالوا: ما نريد الأب هذا، لأنه تسبب المنع، لأنه وجد عندنا إخوة أشقاء وإخوة لأم، فالإخوة لأم ورثوا بالفرض، والإخوة الأشقاء أهل تعصيب فحرموا من الميراث. فجاءوا إلى عمر رضي الله عنه، وكان هناك رجل امرأة ماتت وتركت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقة، فقال السلف رضوان الله عليهم: المسألة من ستة: الزوج له النصف ثلاثة، والأم لها السدس واحد لوجود الفرع الوارث، والإخوة لأم لهم الثلث لأنهم جمع، والإخوة الأشقة يسقطوا. لماذا؟ لأنهم عصبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر ولم يبق شيء. سكتوا في بداية الأمر، بعد سنة جاءوا العمر قالوا: أنت ورثت هؤلاء وهم إخوتنا، أدلوا إلى الميت بالأم وهي أمنا، ما في فرق، لكن عندنا زيادة، حنا عندنا الأب، اجعل أبانا حجرا في اليم، اجعل أبانا حجرا في. فشاور الصحابة فشركهم في الثلث، فشركهم في الثلث. نقول الإخوة الأشقاء والإخوة من الأب كلهم أهل تعصيب، ولكن الإخوة من الأم الذكر والأنثى سواء، وهم يشتركون في السدس أو في الثلث. نعم. إذا كان واحدا له السدس، وإذا كانوا مجموعة يشتركون في الثلث. نعم. فأما الزوج فله النصف إذا لم يكن للميتة ولد ولا ولد ابن. يعني هلكت الزوجة وتركت زوجا، فنقول عندها أولاد، قالوا لا ما عندها أولاد. قلنا عندها أولاد ابن، قالوا لا ما عندها. نقول إذن الزوج له النصف. إذا قالوا عندها ولد أو عندها بنت
أو عندها أولاد ابن أو بنات ابن، فإن الزوج يكون له الربع والباقي لبقية الورثة. نعم. والربع إذا كان معه أحدهما وللزوجة والزوجات زوجة واحدة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع كلهن يشتركن في هذا النصيب. نعم. الربع مع عدم الولد وولد الابن، يعني الزوج مات وله زوجة، نقول له أولاد أو أولاد بنين، قالوا لا، نقول إذن الزوجة أو الزوجات لهن الربع. إذا قالوا نعم له أولاد أو أولاد بنين، نقول الزوجة أو الزوجات لهن الثمن يشتركن به. نعم. والثمن مع أحدهما لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد. لا ولهن، نعم ولهن ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. وولد الابن ولد، ولد الابن ولد، ولد الابن ذكر أو أنثى، فهو كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى. نعم. بدليل قوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم، نعم، ويا بني إسرائيل، والأربع من النساء، والأربع من النساء كالواحدة، واحدة اثنين ثلاث أربع، إذا في أولاد للميت يشتركنا في الثمن، إذا ما في أولاد يشتركنا في الربع. خلاص يا شيخ. نعم. لعموم اللفظ فيهن، لعلنا نكتفي بهذا على أن إذا كان هناك بعض الأسئلة نتناقش بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.